نروح للزمالك ولا نبقى مع الاهلي بما انه امر مرتبط بالاسماعيلي؟ هقوله لكم حالا. قلت لكم من تقريبا 3 ايام انه يوم الثلاث اللي فات ان لاعب باهر المحمدي كابتن وقائد دفاع فريق الاسماعيلي حصل مسؤولو الاسماعيلي على نسبه من قيمه اتفقوا عليها بخصوص انتقال اللاعب الى الاهلي اما في يناير او في الصيف. ولكن بعد الحلقة بكل تأكيد خرج إلينا بعض المسؤولين بشكل محترم جدا وتواصلوا معايا وتواصلوا مع فريق عمل البرنامج بأنه الخبر ده غير صحيح وإحنا عايزين نوضح بعض الأمور. وقد وضحوا لنا بعض الأمور وبناء على أنه ليهم حق الرد وقلنا لهم لا ده أنتوا مش بس تقولوا لنا ده أنتوا يا ريت تطلعوا معانا على البرنامج وتوضحوا حق الرد بشكل طبيعي وما لديكم من معلومات وإحنا هنرد إحنا كمان بالمعلومات اللي عندنا. قالوا أنه القصة مش مكتملة لأنه الفلوس اللي دخلت لنا من جانب الأهلي من أيام هي فلوس محمود متولي أو باقي تعاقد محمود متولي مع الأهلي منتقلا من الإسماعيلي ودي ملهاش علاقة خالص بباهر المحمدي. فأنا حبيت أقول لكم رد الإسماعيلي اللي بيؤكد أنه لم يفرط في باهر المحمدي ولن يفرط فيه على الأقل في يناير. ولكن هل دي القصة ولا لأ؟ معنا على التليفون الأستاذ رامي العملة مدير المركز الإعلامي في النادي الإسماعيلي. أستاذ رامي أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ هاني. أخبارك إيه يا فندم؟ حضرتك وبجميع المشاهدين. أهلا بيك منورنا ومنورنا الإسماعيلية كلها أكيد. ده بنور حضرتك طبعا يا اتفضل. قلت أنا خبر يوم الثلاث وكان ليكم توضيح بخصوصه بخصوص باهر المحمدي واحتمالية انتقاله للأهلي إما في يناير أو في الصيف. وفي البدايه طبعا انا برحب بحضرتك وتقديري واحترامي لحضرتك والمحتوى المحترم اللي حضرتك بتقدمه. شكرا. لكن هو كان لينا هو مش نافي على قد ما هو عتاب. تمام. عتاب محبه يعني. هو الخبر جنبه الصواب يعني لا يمت الحقيقه باي صله. تمام. باهر محمدي لاعب في النادي الاسماعيلي. مفيش اي نادي جوه مصر او بره مصر بيتفاوض في الوقت الحالي مع باهر او مع النادي الاسماعيلي على انتقال باهر. فطبعا كان الخبر بس خد صدى كده يعني جوه اسماعيليه. حضرتك طبعا حضرتك متشاف جدا طبعا في اسماعيليه. فاحنا بس كنا حابين نوضح ان الخبر مش حقيقي. تمام. النادي الاهلي او غيره ما بيتفاوضوش على باهر المحمدي. باهر المحمدي مركز مع الفرقه. لعيب انت عارف طبعا ان باهر ابن اسماعيليه واولاد اسماعيليه بيبقى ليهم طابع خاص عند الجمهور. ايوه. باهر برغم صغر سنه هو كابتن الفريق. فهو النادي كله دلوقتي مركز ان الاداء يبقى احسن واحسن ونحسن مركز الفريق في الدوري. واحنا بنلعب على سيمي فاينل البطوله العربيه ومركزين. ما اعتقدش ان ده وقت مناسب ان النادي يتفاوض على بيع. تمام. اي لاعب او يتفاوض على انتقال اي لاعب داخل او خارج مصر. طيب وفي فلوس دخلت النادي من جانب النادي الاهلي هي بخصوص صفقه محمود متولي باقي الصفقه مش كده؟ بالظبط. الصفقه كانت على اقساط والنادي الاهلي بيدفع الاقساط في ميعادها يعني. تمام ممتاز. هل من اي توضيح اخر تحب تقوله؟ متشكر جدا. انا اللي بشكرك جدا على توضيح وده دور مهم جدا ولو الجزء الاخير من القصه جانبه الصواب فانا بعتذر لكم اكيد. لا 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 اعتذار طبعا مقبول وتحياتنا لحضرتك مره. شكرا جزيلا ليك. اعتقد ممكن تسمع بس تفاصيل الخبر اللي جاي. بشكرك شكرا جزيلا. بقيت بقى التفاصيل ماذا عن مفاوضات الاهلي مع باهر المحمدي؟ تمام. لازم اقول لكم شويه تفاصيل ثانيه. خلال الاشهر الثلاثه الماضيه وحتى الايام السابقه تحدث تفاوضات ما بين الاهلي والاسماعيلي واللاعب بانه ينتقل للاهلي في الصيف المقبل او في الصيف اللي فات لكن ما تمتش. وبالتالي في يناير الاسماعيلي شاف انه صعب ان ده يحصل لان الاسماعيلي في وضع صعب ما ينفعش يفرط فيه في احد اهم لاعبيه. حصلت اتصالات من جانب مسؤولي الاهلي مع اللاعب شخصيا من جانب ثلاثة من كبار المسؤولين في النادي الأهلي: مدير التعاقدات، مستشار التعاقدات، رئيس القلعة الحمراء. ثلاثتهم اتصلوا بباهر المحمدي وقالوا له عايزينك في النادي الأهلي بطلب شخصي من ريني فايلر المدير الفني لنادي الأهلي. كان رد اللاعب بأنه ما عندوش مشكلة وأنه شرف كبير أنه ينضم للنادي الأهلي لكن بالعودة إلى مسؤولي الإسماعيلي. اللاعب نفسه موقفه إيه جوه الإسماعيلية؟ بكرر تفاصيل الخبر اللي أنا قلتها يوم الثلاث في الحتة بقى دي، أنه الاحتراف الخارجي اولا لانه بالفعل عنده عرضين رسميين، واحد من السعوديه من ناديين سعوديين، واحد او يعني كده اثنين من السعوديه وواحد من الامارات تبعوا مسؤول احد الفرق الاماراتيه تحديدا في مواجهته الاسماعيلي مع الجزيره الاماراتي ذهابا في الاسماعيليه وايابا في الامارات. ويبدو ده الاقرب لكن بنهايه السنه اللاعب عايز انه يحقق ربما بطوله مع الاسماعيلي ككابتن للاسماعيلي
بطولة العربية، عنده اتحاد سكندري، بعديها سيمي فاينل لو كسب، بعد كده فاينل لو كسب، وبالتالي هيكون تاريخ كبير. بعدها هو حاصل على وعد بأنه يطلع للاحتراف الخارجي، وبعد كده لو هيرجع هيكون من بوابة ربما النادي الأهلي، لكن الأولوية للاحتراف الخارجي. خليني أقول لكم حاجة، قلت لكم على قصة كهربا وهيتمت بعد 6 شهور. أحد مسؤولي الأهلي الثلاثة اللي قلت لكم عليهم الكبار طبعا تواصلوا مع، في وسط الكلام مع باهر المحمدي، احنا عارفين ان الخروج من الإسماعيلية الى الأهلي مباشرة صعب، عندنا طريقة نسفرك بيها وترجع الى النادي الأهلي في اي وقت انت تحبه، ده ربما ستراه قريبا قريبا، ده اللي هو الصيف اللي جاي، احنا مش بعيد عن الصيف، او في اي فترة مقبلة، ربنا يدينا ويديكم طولة العمر بإذن الله.